2. إيلون ماسك يتنبأ بحرب أهلية في بريطانيا. إيلون ماسك كل شوية بيشتبك مع دولة، مع حكومة، وبيتصور أو بيتعامل كما لو كان حكومة عالمية أو سلطة عالمية، والاشتباك مرة مع أستراليا، مرة مع بريطانيا، ومرات مع دول أخرى. صيف 2024 لقينا في أحداث شغب واعتداءات على المسلمين غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية، وشفنا مشاهد في بريطانيا لم يتخيل أحد أنها في بريطانيا، اللي داخلين يكسروا إزاز العربيات في كل الشوارع اللي موجود فيها مسلمين، اللي بالطوبة والحجارة بيكسروا نوافذ المنازل، اعتداءات غير مسبوقة ورعب داخل أوساط المسلمين من هذا التطرف اليميني الإجرامي في مواجهة هؤلاء. بريطانيا كانت في صدمة إن عندها يمين متطرف عنيف إلى هذا الحد، رغم إن اليمين المتطرف في بريطانيا مش بقوة وجوده في ألمانيا أو فرنسا أو في دول أوروبية أخرى، لكن مفاجأة ظهر وكشف عن وجه عنيف جدا ومخيف، أدى إلى أن رئيس الوزراء البريطاني يقول كلام حاسم لصالح المسلمين كمواطنين بريطانيين أو مقيمين، أن ياخد إجراءات حاسمة ضد مثيري الشغب والمعتدين في هذه الأحداث الإجرامية، وأنه ياخد موقف ضد اليمين المتطرف المغذي لهذه الأعمال المتطرفة بحق المسلمين. أصل الموضوع أن في حادث طعن، شاب قام بهذا الحادث، لأن الشرطة لا تكشف بسهولة عن المعتدي أو المجرم أو المتهم، فاليمين المتطرف بدأ على طول يقول أن أحد المسلمين المهاجرين أو اللاجئين اللي قام بذلك، واشتغلت آلة الإسلاموفوبيا ضد المسلمين في بريطانيا. وقبل كده في كلام كتير ضد المسلمين في بريطانيا، فمع هذه التغذية الإنترنت اشتعل، مواقع التواصل اشتعلت، حصلت هذه الأحداث. الحكومة البريطانية خدت موقف محترم في هذه الأزمة، إنما إيلون ماسك بيتهم من قبل البعض كما نشرت بي بي سي إن هو بيشتغل على عملية تحريض في هذا الإطار، لأن في متطرف بريطاني يميني متهم بارتكاب جرائم قبل كده، تم إيقاف حسابه على تويتر لمدة 5 سنين. إيلون ماسك رجع هذا الحساب وبالعكس علق عليه فاداله شهرة كبيرة جدا فيما اعتبر دعما لليمين المتطرف في بريطانيا. أيضا إيلون ماسك علق على الأحداث اللي موجودة وقال إن بريطانيا سوف تذهب إلى حرب أهلية، والكلام ده عمل صدمة في بريطانيا، لأن معنى الكلام إنه الوقوف ضد اليمين المتطرف وإنه السماح بالهجرة إلى بريطانيا والسماح للاجئين والمهاجرين وبالذات المسلمين إنهم يتصرفوا بطريقة طبيعية في بريطانيا، كل ده هيؤدي إلى حرب أهلية في المستقبل بين المسلمين وبين البريطانيين غير المسلمين. ما قالش ده نصا، إنما الموقف العام يقود إلى ذلك التحليل. هو قال إن بريطانيا مقبلة على حرب أهلية. ده خلى البعض في البرلمان البريطاني يقول لابد إن احنا نطلب إيلون ماسك للمثول أمام البرلمان البريطاني للتحقيق، وإن البعض يقول هنطبق قانون الحماية والسلامة من الإنترنت، وخلى البعض يقول إن في قانون السلامة المتعلق بالإنترنت وإحنا قربنا نطبقه، فإحنا لابد نشيل كل المحتويات التي تبعث على الكراهية أو التحريض أو أعمال العنف، لابد نشيلها من وسائل التواصل. وكمان اتقال في بريطانيا وعلى مستوى رفيع إن في أيدي خارجية بتعبث في بريطانيا، وإن هذه الأيدي الخارجية هي وراء هذا التحريض. لم تشر إلى أيدي الخارجية منين، إنما البعض قال ربما تكون روسيا أو جهات روسية وراء إشعال الموقف.
في كل الأحوال احنا هنا إذا إن بريطانيا قامت بمحاسبة عاجلة الذين ارتكبوا أعمال العنف والشغب، نمرة 2 في قانون إنترنت هتشيل بموجبه أو تحذف أو تطالب بحذف كل المنشورات التحريضية الدموية اللي موجودة على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل، إنه في اتهام لأيدي خارجية. طبعا قبل كده لما نلاقي إن دول أخرى بالذات هنا تقول هذا الكلام نواجه بكلام آخر من الغرب، إنما دلوقتي بنلاقي نفس الكلام اللي كان بيتقال، لكن لما يتقال الكلام ده في القاهرة أو في عاصمة عربية نلاقي كلام آخر في بريطانيا، إنما دلوقتي بنلاقي الكلام نفسه في بريطانيا دون أن يعلق أحد بأن هذا الكلام ضد الحريات، إلا إيلون ماسك اللي قال إن هذا الكلام ضد الحريات، اللي هو الكلام المتعلق إيه؟ بالسلامة على الإنترنت، اللي هو عدم التحريض على القتل أو الدم أو الحرق أو إتلاف الممتلكات أو قتل الآخرين. كل هذا الأمر بيعتبره إيلون ماسك من باب الحريات، ولا تعتبره بريطانيا من باب الحريات. ربما الميزة الوحيدة في مثل هذه الأحداث الإجرامية المدانة إن في دول أخرى في العالم موازنة تدرك إن الإنترنت كمكان للتحريض والعنف والإرهاب والقتل والحرق وتخريب الممتلكات العامة والخاصة في المجتمع، إن كل هذا الكلام يجب أن يتوقف، وإن لابد إن وسائل التواصل الإنترنت يخلو من أسباب القتل والحرق والتدمير والتخريب، إن لابد أن يتكاتف العالم لوقفة قانونية منضبطة لمواجهة التحريض على شبكات الإنترنت. وفاصل ونكمل.